عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. دائما نمدوكم بآخر الأخبار في جهة الساحل. اليوم احنا باستضافة السيد رئيس مدير عام شركة النقل بالساحل السيد عبد الجليل زخامة باش نحكيه على أهم الاستراتيجي اللي قاعدة تخدم فيها شركة النقل بالساحل، إضافة إلى الاستعدادات لموسم الصيف. توا احنا قاعدين في رمضان، شنو ما الاستراتيجي اللي قاعدة تحضر فيها شركة النقل، إضافة إلى أهم النقاط وأهم الأهداف اللي تتوصل لها شركة النقل بالساحل. عسلامة سي عبد الجليل. مرحبا بكم. احنا شركة النقل بالساحل نهم على ثلاثة ولايات، نعتني بالنقل العمومي في ثلاثة ولايات، سوسة ومهدية ومنستير. نغطيه في حوالي 325 خط، نتأمن فيهم 390 حافلة. بالنسبة للبرامج متاعنا والاستراتيجية متاعنا، احنا قبل كل شيء نخدمه في مناخ اجتماعي طيب، كذلك عنا معناها نقص في الموارد البشرية، وعنا نقص في المعدات. حاولنا باش نغطيه النقص هذايا، عملنا امتحان مناظرة للانتدابات، حوالي 260 انتداب جديد من سواق وفنيين وإدارات. كذلك عددنا صفقات لاقتناء حوالي 158 حافلة جديدة، بدينا نقتنيه في الحافلات الجديدة. معنا أول دفعة جاتنا درنيير مون، معنا عنا جي جمعة 10 حافلات، ثم فما 16 حافلة مزدوجة واربع حافلات كونفور، ومعنا بشوي بشوي في ظرف عامين إن شاء الله نكونوا على 158 حافلة. هذه بالنسبة للاستراتيجية تاع الشركة، معناها في الاستراتيجية الحالية العاجلة باش نجموا نلبيو طلبات النقل في الساحة. زاد كيف ذكرت لنا سي عبد الجليل اني قاعدين توا تخدموا على الخطوط البعيده، قاعدين باش تحسنوا يعني تكون عدد السفرات زاد تزيد، باش نعرفوا اللي المتساكنين لهنا في سوسه وفي الساحل سيرتو عمال يزيدوا. هذه بادره من الاداره انكم قاعدين تخموا في تحسين الخطوط البعيده، اضافه الى شنو ما الاجراءات الاخرى اللي استراتيجية زادة مع الحرفاء متاعكم. أنا نساوش بالنسبة للخطوط البعيدة، احنا تو نغطيه في 8 خطوط نوصلوا، معناها القفصة، الكاف، القروان، سليانة، باجة، نابل، باش نحاولوا باش نربطوا الساحل بالولايات الكل، دونك باش نحاولوا نوصلوا حتى ل 22 خط بعيد. وهذا بطبيعة الحال باش نلبيو معناها طلبات الحرفاء اللي معناها يسكنوا وأصيلي الجهات هكي. فيما يخص توا تحسين الجودة وتحسين مع الحرفاء، احنا فكرنا منذ تولينا احنا على رأس الشركة هذه، فكرنا في الخطوط النموذجية. عملنا ثلاثة خطوط، خط طويل وخط ما بين الخط طويل هو عملنا مهدية نابل، وخط ما بين الولايات عملنا خط المنستير ومنستير مساكن، وعملنا خط نموذجي اخر هو خط سوسة القنطاوي، معناها في اطار يعني السياحه في نطاق دعم السياحه اتسيترا. الخط هذايا الحقيقه لقى نجاح كبير، تجربه عملناها ب10 حافلات، الحافلات النموذجيه هذيا جهزناها بالكاميرا بالواي فاي معناها عملنا فيهم كل سكونابيل النقل الذكي، معناها ترانسبور انتيليجون، وحول الله مش نعموها معنا في مراحل قريبة، مش نزيدوا معنا خطوط أخرى بشوية بشوية، حتى وين إن شاء الله نوصلوا معنا خطوطنا بتاع الشريك الكل إن شاء الله تكون نموذجية. مع نعرفوا اللي توا فما الامتحانات البكالوريا، إن شاء الله تكون احنا توا فيما يخص الامتحانات البكالوريا قاعدين في جلسات روتينية مع السادة المعتمدين في كافة المعتمديات، وباش نخصوا لهم معنا نقلات خاصة بهم باش تكون الامتحان هذا يجرى على أحسن ما يرام، وبيان سور بالتنسيق مع السادة المعتمدين والإدارات الجهوية للتربية. سي عبد الجليل، نعرفوا اللي موسم الصيف يكون فيه برشا يعني تكثر السهرات والاكتظاظ سيرتو المواطنين الوافدين خاصة لجهة الساحل، شنو الاستعدادات يعني اللازمة لتفادي لا قدر الله أخطار معينة في
الحاجات. احنا تو بالنسبه لنسبه شهر رمضان وصيف ديما معناها سيرتو في الليل، في الليل وين فما المهرجانات وين فما المعارض ديما نكثفوا السفرات نتاعنا، تكون معناها من 9 نوليو 9 ونص ل 10 ونص توصل حتى نص الليل. بيان سور هذه نبرمجوها بدايه من النصف الثاني من شهر رمضان، وكذلك في الصيف في بمناسبه المهرجانات نوليو نخصصوا حفلات باش تامن نقل الحرفه نتاعنا. توا شنو هو الاستراتيجي يلزم تخصصها شركة النقل لتفادي هالدون كومبلمون؟ احنا حاسين بها، فما المشكلة هذيا صحيح موجود المشكلة هذيا، معناها بحول الله نقصوا منه وبحول الله نعالجوه بالحفلات الجديدة باش تولي عندنا برشا عتاد جديد باش نجموا معناها ما نخليوش الكارت تستاخر، وكذلك باش نعملوا إعادة تأهيل الخطوط، معناها باش نعاودوا التوقيت، خاطر التوقيت الشركة من عام تقريبا 90 ما ناقعت هي بيدها، باش نحاولوا ناهلوها ونحيلوا جدول الاوقات باش نجموا نلبيوا طلبات نتاع الحرفاء نتاعنا. يعطيك الصحه سعاد، بارك الله فيك. الختام الحرفاء هذا هو معناها الحرفاء، احنا بحول الله كما قلت لكم مستقبل الشركه به، كما قلت لكم بالانتدابات الجديده بالحافلات الجديده بالعدد هذا، خاطر ماك تعرف الشركه من 2009 تقريبا ما خذتش حافلات، باش نتلاو تو اذا كان جبنا معناها الموارد البشريه وعندنا المعدات بحول الله المستقبل يكون باش نحسنوا خدماتنا من ناحيه التوقيت، وما عادش فما الغاز سفرات، وكيف كيف معناها التنقيط المناخ الاجتماعي، عندنا مناخ اجتماعي طيب في الشركه، مع باش نعملوا زاد على كذلك على المعلومه الاتصال، فهمتني؟ معناها مش القرب من المواطن، مش نوصلوا المعلومه، مش ولي معناها عندنا معناها وسائل تواصل بيننا وبين الحرفاء نتاعنا، ان شاء الله نحسنوا الجوده نتاعنا.